عن طريق اللاعب لوان، يتلاعب لوان والسقوط على أرضية كرة من شكروف، تسديدة خطيرة، جول 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 جول، ما يحتاج نشوفها، ما يحتاج نشوفها يا مخرجنا. شكروف يحتفل بهذا الهدف، يسجل هدف ثاني، يسجل هدف ثاني في هذه اللحظات. الملك السرجاوي من تسديده يضع الكرة في المرمى مسجلا الهدف الثاني. يتقدم الملك السرجاوي بثاني اهداف المباراة عن طريق تسديده. شوف اللقطة وشوف المحاولة، لوان تلاعب، تعدى من اكثر من لاعب، وصلت لي شكروف. شوف التسديده وين في المرمى، هاتها من الشباك يا زايد، هاتها من الشباك يا زايد الحمادي. هدف سليم جميل جدا من شكروف، وبالعادة وبالتخصص يسجل في مرمى فريق نادي خط أو في يد مسعود سليمان. إذن فرصة الآن لشكروف لإضافة هدف ثاني له شخصيا، وهدف ثالث للملك السرجاوي فيما تبقى من عمر المباراة. إذا ركلة الجزاء، شكروف على تنفيذ، شكروف على يسجل، شكروف بتركيز عالي في مواجهة حارس المرمى زايد الحمادي. شكروف على يضع الكرة في المرمى، شكروف على يسجل، هدف بالفعل، هدف في المرمى شكروف. سليمان عودة حكم المباراة للفار احتسب. شكروف يضع الكرة في المرمى مسجلا ثالث أهداف الملك السرجاوي، ثالث أهدافه في هذه المباراة الملك بعد أن لمست الكرة مسعود سليمان، عودة حكم أهدافه في هذه المواجهة. إذن ثلاثة